بداية تختلف روايات المهاجرين غير الشرعيين حول ما عاشوه من خطر للوصول إلى الضفة الأخرى. مراسلنا بولاية عين تيموشنت التي ارتبطت أسماء شواطئها برحلات الهجرة غير الشرعية رصد لنا شهادات إذن لبعض من خاضوا هذه التجربة. إذن نتابع التفاصيل في هذا التقرير لكمال بعز عبيد ونجمة بكش. السبيعات سسل بوزجار هي شواطئ ارتبطت أسماؤها برحلات الهجرة غير الشرعية، فكانت هذه الأماكن الساحلية عنوان محطات لرحلات الموت وبداية قصص رعب للعديد من الحراقة. فأغلب شباب مدينة العمرية خاض مغامرة الحرقة بنهايات مختلفة. ناس قارحت كلي نجح كلي ما نجحش كلي ما بانش مؤخرا ما عندناش اونه. هذه اللي فاتت 8 ديسبارو بني صاف، وكان اللي راهم مواليهم مهبولين عليهم. احنا نعرفوا وحده هم مهبوله عليهم، كي نوض البحر تنوض تقعد تبكي، فكروها بولتها تقعد تبكي. علاش انا ماذا بيا نوصل كيما هكا؟ ماذا بيا نادي اوروبا نروح لحواس كي نكون انا خدام. كمال والذي ذاق مر هاته الرحلات دعا شباب إلى التشبث بدينهم والهجرة إلى رب العالمين، فهو مفتاح الفرج. أما هشام فيقول أن سماسرة الحرق يدفعون بالشباب للهلاك عبر قوارب لا تكاد تنطلق لتصل. في 2006 أنا أصحابي خرجوا ماتوا، أنا مورام في سيمانة خرجت كنت محرحر، أقسم بالله أصحابي خرجوا ماتوا، نقلب بهم جليسر سلكوا ربعة وستة راحوا. كاين حاجه ديرها تقعد تعيش غايه في البلاد هذه، ها اللي يكون عندك كونتاكت مع مولاك الدنيا تنحلك، تعرف باللي هذه هي الدنيا ما كان والو، فكاينه حاجه مفوره ليها الفوق. وهاد السماسيره هادو اللي راهم يسمصروا فيهم هادو راهم يقولوا لهم باللي ندوكم في ليوت وندوكم في شالوتي وندوكم في كسموه. انا ننصح الشباب هادو لخش انا مجرب، انا انسان مجرب، انا فات عليا العذاب فات عليا الويل خويا، ننصحهم ما يديروش على هاد السماسيره ما يديروش عليهم. هي قصص مأساوية لشباب ضائع رسم أحلام في الضفة الأخرى، راح ضحية شبكات منظمة تقبض أموالا باهظة مقابل حلم قد لا يرى النور.